صباح الخير جميعا. السيد الاستاذ محمد بركات رئيس مجلس اداره بنك مصر، السيد الاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكره القدم، والساده اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره، الساده الحضور من بنك مصر المدام فاطمه، والساده الزملاء في الوزاره، والساده الاعلاميين والصحفيين، كل سنه وحضراتكم جميعا طيبين. الحقيقه النهارده المؤتمر الصحفي يعني بخصوص بدايه وانطلاق الدوره الثالثه لبنك مصر، الدوره الخماسيه، لكن الحقيقه الفكره يعني كذا حاجة الحقيقة نحب نوضحها. يعني احنا الحقيقة اول مشاركة لنا مع يعني المؤسسات الاقتصادية القوية كانت مع بنك مصر، وكانت الفكرة انا يعني زرت الاستاذ محمد بركات في مكتبه وعرضنا على الفكرة، والحقيقة مشكورا فورا قال لي هنعرض على مجلس ادارة، وعرض على مجلس ادارة في اول اجتماع، وتمت مساهمة البنك بمليون جنيه في اول دورة كانت سنة 2012. الحقيقة الفكرة كانت فكرة ان احنا ازاي نقدر نشارك مع المؤسسات الاقتصادية الكبيرة، واحنا فكرنا الحقيقة نعملها ازاي. دورة بنك مصر تختلف عن كل الدورات الرمضانية اللي موجودة، يمكن هي معمولة بنظام كاس العالم. يعني ايه نظام كاس العالم؟ يعني انت بتجمع الناس من كل المحافظات وبيقيموا عندك طول فترة المشاركة، مش مسألة ان هو بيجي يلعب المباراة ويمشي بعد المباراة، لا، بيجي يقيم اقامة كاملة. فأي فريق من الفرق اللي بتيجي تشارك معنا بيجي يقيم في احد المدن الشبابية اللي موجودة فترة أسبوع أو ست أيام، يعني أو ست ليالي وسبعة أيام، يلعب في خلال السبعة أيام دول المباريات بتاعته، وإذا طلع من المراكز الأولى في المحافظة بيكمل معانا، ينتقل إلى محافظة أخرى ويشارك حتى لغاية النهائيات اللي بتقام في المدينة الشبابية في معسكر أبو قير في اسكندرية. فهي الفكرة في أنك بتنتقل من كل المحافظة بتاعتك، تروح كفريق تقيم مع مجموعة أخرى من الفرق الأخرى من محافظات أخرى. فالفكرة كلها هي فكرة معسكرات الشباب، وازاي نلتقي ونجمع عدد كبير من الشباب يقيموا مع بعض لفتره طويله وبيلعبوا المباريات ديت بعد الفطار وما بين الفطار والسحور. فاقامه عندنا بالفطار بالسحور بالاقامه، واخيرا كمان بدانا ندخل معاها المكونات الثقافيه، بيبقى عندنا ناس من وزاره الاوقاف وناس من وزاره الثقافه، بيبقى في حوارات وفي بعض الندوات والحوارات الثقافيه، وده اللي احنا بنطبقه السنه دي في دوري بنك مصر. فالحقيقه فكره المشاركه، فكره انك تجمع الناس وتعمل ازاي نشاط في رمضان، كان دايما معظم المعسكرات بتاعتنا فاضية تماما، ما بيبقاش في حد بيستغل المدن الشبابية اللي موجودة في شهر رمضان. فدلوقتي شهر رمضان موجود في عز الصيف وفي فترة الأجازات، ففكرة دوري بنك مصر هي عملنا فيها ازاي تجمع الناس وفي نفس الوقت يمارسوا نشاط رياضي ونشاط ثقافي وتستمر فترة المعسكرات خلال شهر رمضان. الفكرة الحقيقة ناجحة جدا، الإدارة متميزة جدا للدورة، لان احنا مش بس المشاركين فيها. يعني احنا بنشكر الاتحاد المصري لكرة القدم، التحكيم كله من الاتحاد المصري لكرة القدم، فطبعا اللاعبين والمشاركين لما بيشعروا باهتمام الوزارة واهتمام البنك كل الوسائل الراحة اللي ممكن تبقى موجودة هناك، بيبعتوا هدايا، بيبعتوا تيشيرتات، فاهتمام من البنك، اهتمام من الوزارة، اهتمام من الاتحاد المصري لكرة القدم باللاعب لما بيشوف حكم بزيه الرسمي ويمكن يكون حكم عارفه كمان وشاهده بيحكم مباريات كبيرة، بيبقى فيه التزام. الجوائز المادية كبيرة جدا، بتوصل المركز الأول أعتقد كان حاجة وسبعين ألف جنيه كان المركز الأول للفريق اللي مكون من 8 أفراد أو 10 أفراد. فيه اهتمام إعلامي كبير بيها، وبنشكر حضراتكم على هذا الاهتمام الإعلامي. دي خلت المسابقة المرة دي للمرة الثالثة، وإن شاء الله كل فترة هنزود شوية. ووعدنا النهاردة الأستاذ محمد بركات أن هيكون هناك تطوير في شكل الجوائز وفي شكل الدعم في المسابقة الرابعة إن شاء الله السنة الجاية. لكن بأمانة شديدة هي دي كانت النقطة المهمة، أن احنا بدأنا منها نفكر في دوري مراكز الشباب اللي عملنا النسخة الأولى منه الموسم اللي فات، وإن شاء الله بنستعد للنسخة الثانية منه السنة دي. دوري مراكز الشباب بدأناه كان ممكن نتكلم فيه 400 مركز شباب، احنا عندنا طلبات النهاردة ب 1622 مركز شباب مطالب ان هو يشارك في دوري مراكز الشباب القادم. في تعاون كبير جدا مع الاتحاد المصري لكرة القدم بكيفية إدارة هذه المسابقة. صحيح هي مسابقة الهدف منها هي ممارسة الرياضة، ما هياش يعني حاجة احترافية، لكن من ضمن أهم واجبات الاتحاد المصري لكرة القدم أنه ينشر اللعبة بأكبر قدر ممكن، وهو بيساعد معنا الحقيقة في نشر اللعبة في جميع المراكز الشباب في جميع القرى. الحقيقة اللي ساعد على كده أكتر البنية الأساسية المتميزة اللي قامت دلوقتي وزارة الشباب والرياضة بأنها بتعملها. احنا تقريبا في الجزء الأخير من المرحلة الأولى بتاعة تنمية البنية الأساسية. احنا إن شاء الله قبل 30/9 عندنا أمل كبير نكون استلمنا 1100 ملعب. احنا ماشيين في الإجراءات بتاعتنا، المفروض كانت الخطة دي تخلص في 31/12، لكن السادة المسؤولين عندنا في الوزارة مع التعاون مع القوات المسلحة قادرين نسبق شوية،
ففي وعد ان شاء الله ان 30/9 هيكون ال 1100 ملعب خلصوا، 100 ملعب كره قدم قانوني او 103 تحديدا، وحوالي 1000 ملعب خماسي، وان شاء الله هنستغل الثلاث اشهر اللي وفرناهم من الخطه وان احنا نعمل فيهم 400 وشويه ملعب. كمان عندنا ملاعب مفتوحه فوق ال 1000 ملعب مفتوح، هيتعرض عليكم برده دلوقتي برزنتيشن منهم. فهذه البنيه الاساسيه سهلت لنا كتير جدا ان احنا اصبحنا دلوقتي نستطيع ان نعمل مسابقات كتيره جدا للشباب. صحيح السؤال اللي هيتبادر للذهن واحنا هنفضل نتكلم بس في كره القدم، احنا بنستغل الاول، احنا عارفين كان في فجوه كبيره ما بين الوزاره وما بين مراكز الشباب وما بين الشباب نفسه، واحنا بنستغل بمنتهى الصراحه شعبيه كره القدم. كره القدم هي اللعبه الشعبيه الاولى اللي كل الناس بتحبها، اللي كل الناس تتمنى انها تشوف ملعب كويس. فاحنا اذا وفرنا ملعب كويس واضاءه طيبه في مكان يقدر الناس تروحه من غير ما نعمل اي دعايه ومن غير ما نعمل اي حاجه، الولاد بتيجي على طول تلعب كره قدم. ربما ده مش يعني مش وارد في العاب اخرى تحتاج تدريبات معينه، مش كل الناس بتعرف تمارسها. فاحنا بنستغل هذه الشعبيه في ان احنا ازاي نقدر نرجع الشباب تاني لمراكز الشباب، لان كلكم عارفين لابد ان يكون هناك عنصر جذب، ولا اعتقد ان في عنصر جذب للشاب في اي حته اكثر من كره القدم بشكلها الحقيقي. لان كره القدم عشان يبقى فيه شكل كويس عايز ملعب كويس وادوات كويسه واضاءه كويسه، جو كويس تمارس فيه الكره. فطبعا بعد اللي كنا شايفينه، صحيح لا ندعي اطلاقا ان احنا وصلنا زي الصور اللي حضراتكم شفتوها لمراكز الشباب، لكن احنا باذلين مجهود كبير جدا. ان شاء الله هننتهي هيكون عندنا اكثر من 2000 ملعب في مراكز الشباب موجودين قبل نهايه هذا العام، وان شاء الله نخلص كل المراكز الشباب قبل نهايه 2015. بالاضافه كمان ان احنا عندنا انديه كتيره جدا بقت النهارده فيها ملاعب كره قدم خماسيه، وعندنا كمان ملاعب مفتوحه منتشره، هتشوفوا دلوقتي في البرزنتيشن اللي هتتعمل عن الانشاءات بقت منتشره ازاي. فكل اللي احنا بنقوله ازاي نتعاون كلنا، مجلس اداره بنك مصر مع وزاره الشباب والرياضه مع الاتحاد المصري لكره القدم، دول الثلاثه ممكن ينظموا حدث كبير زي ده ممكن يتطور بعد كده. وكان بيتكلم معايا الاستاذ محمد بركات النهارده ان احنا عايزين المسابقات دي تستمر على طول العام، لكن كل ده لن ينجح الا بوجود اعلام بيغطي هذه الفعاليات، لانه الشباب بيحب جدا يسمع انه في اخبار عن الدوره اللي هو مشارك فيها. حتى بنك مصر لما حس ان هناك مردود اعلامي من الدعم بتاعه ده هيدي فرص اخرى لجهات اخرى تساعد معانا. احنا كوزاره الشباب والرياضه لما هنحس ان هناك يعني في امتنان من ان الخطه الاستثماريه ماشيه بشكل كويس والانشائيه ماشيه بشكل كويس، هو ده هدفنا الاساسي، هو ده اللي انا عايز اقول ان دور وزاره الشباب والرياضه هو ده الدور الاساسي. ليس دورنا الاساسي ابدا ان احنا ندخل في مشاكل كتيره هنتكلم عليها النهارده، وهنفتح باب الحوار لاي مشاكل حضرتك تحبوها او اي اسئله حضرتك تحب تقولوها يعني. فكل اللي انا بقوله نرجو من حضراتكم، اولا بنتقدم بالشكر لبنك مصر انه ثالث سنه، وعايز اقول حاجه مهمه جدا، احنا بنتكلم على ثالث سنه في ثلاث سنين الظروف صعبه فيها، الظروف الاقتصاديه صعبه فيها. فكون ان بنك مصر في الثلاث سنوات مستمر معانا ده الحقيقه يعني رساله مهمه جدا، انه مهم قوي ان احنا نشترك. ويمكن الاستاذ محمد بركات في كلمته دلوقتي هيقول لحضراتكم ان هم في البنك ازاي عندهم يعني جمعيه لخدمه المجتمع. لكن كل انا بقوله ارجو ان احنا من الساده الاعلاميين والصحفيين القاء الضوء على هذه يعني الفعاليات، لانها بتفيد جدا، بتدي فرصه لناس اخرى تشارك معانا. وهنقول لحضراتكم النهارده على مدار المؤتمر الصحفي المستمر لفتره ازاي احنا مشتركين مع جهات اخرى في تنميه مراكز الشباب وتنميه الانديه، وهنشوف ازاي المشاركه المجتمعيه بتبذل معانا مجهود. هنكون في منتهى الصراحه مع حضراتكم، هنقول لحضراتكم مشاكلنا فين، ايه النقط الضعف اللي عندنا، ايه النقط اللي متوقفه عندنا وايه اسبابها، ونسمع من حضراتكم برضو وجهات النظر ازاي نقدر نطور الكلام ده وازاي نقدر نحل المشاكل دي. لان احنا شايفين وحضراتكم معانا اكيد، صحيح ما كانش عندنا بنيه اساسيه لاسباب كتيره جدا في الفترات السابقه، او كانت البنيه الاساسيه متركزه في اماكن محدده، لكن الحقيقه حجم العمل اللي تم خلال السنتين ثلاثه اللي فاتوا مهم جدا، ونستكمله ان شاء الله. لو وصلنا للصور اللي حضراتكم شفتوها دي انها تبقى موجوده، انا كنت شايف بعض الناس معجبه ببعض الصور اللي موجوده، دي حقيقه ودي صور من الواقع، وعندنا من الحاجات دي الاف، لكن لسه الحقيقه في ضوء. احنا عندنا حوالي دلوقتي بنتكلم 6000 منشاه رياضيه وشبابيه، فمن ضمن 6000 منشاه شبابيه ورياضيه قطعا في 2000 منهم محتاجين تطوير، وقطعا هنسمع في اماكن كتير قوي ان مستوى المراكز الشباب وحشه ومستوى الانديه وحشه، لكن زي ما عندنا حاجات وحشه عندنا برضو حاجات متميزه.
لكن عشان نقدر نشتغل في المنظومة اللي فيها 6000 نادي ومركز شباب في نفس التوقيت محتاجة جهد كبير جدا. السادة الزملاء في وزارة الشباب والرياضة بذلين جهد كبير جدا، محتاجين من حضراتكم بعض الدعم. إن شاء الله قبل نهاية 2015 هيكون عندنا على الأقل من 80 إلى 90% من الأماكن سواء الأندية الرياضية أو مراكز الشباب على مستوى جيد جدا، وأتمنى إن شاء الله يكون عندنا جهات اقتصادية كبرى ومؤسسات اقتصادية كبرى تشارك معنا زي ما بنك مصر كده بدأ هذه المشاركة في الفعاليات القادمة لكرة القدم. يعني ده الجزء الأولاني، هنتكلم دلوقتي ثم هنفتح الباب بعد كل حاجة. أشكركم وكل سنة حضراتكم طيبين.